اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه اللي انتوا بتحبوها جدا اسمها تشيلا بيل. كنا عملنا مع بعض قبل كده كفر للموبايل ايفون، وكنا عملنا كمان بريسلتس، وكنا عملنا ايه النهارده يعني عايزين نعمل بقى مع بعض اسوره هتعجبكم جدا، وممكن نعمل معاهم خاتم. دي الالوان بقى بتاعتي اللي انا هستخدمها، جبنا البينك والموف والاخضر، وكنا عملنا بقى الكفر ده قبل كده وعملنا اسورة تانية. بصوا بقى، دي الكرة دي ممكن احنا نعمل عليها الخاتم، وممكن نعمل بقى اساور الايد كمان اهو. بصوا الاسورة بقى شكلها جامد ازاي، اهي دي اللي احنا عملناها قبل كده. ممكن بس اتقطعت مني، ممكن نعمل واحدة تانية بقى ما تتقطعش. ممكن قلت ان احنا ممكن نربطها، فعملت الايه الجزء ده بتاع القلم، زينت القلم بتاعي، وهنا بقى دول حلقان قبل كده عملتهم. بص شكلهم جامد ازاي، كل ده باللعبة الفظيعة دي تشيلا بيل. بدنا نعمل الجولريز بتاعتنا بنفسنا بألوان السيليكون اللي معايا. اوكي تعالوا بقى النهاردة نجرب نشوف هنعمل ايه. بصوا دي ألوان تانية مختلفة ممكن انا استخدمها برضو. دول الألوان اللي استخدمتهم عشان اعمل الكفر، ممكن انا استخدمهم في حاجة تانية اهو. بصوا الاخضر مع الاورنج شكله حلو، بس الاخضر ده اصغر، 14 جرام. اوكي واو، انا عن نفسي بحب الصراحة الايه الثلاث الوان دول. وهنا بص الاخضر مع الايه مع الاصفر شكلهم حلو جدا. دي هنا صغيرة بس تاني اللي ورا دول كبار، الالوان بتاعتهم كبار. اوكي هنحطهم بقى كده، حطيناهم اهو، عملنا بقى الاجزاء دي كده اهم. بصوا عندنا الحاجات الصغيرة بقى كده، وهنا بقى الأربعة دول الحاجات الكبار، وهنا بقى دي الغوتيان بتاعتهم، دي الغوتيان الصغيرة. ادينا بقى كده ظبطناهم عشان لما نيجي نعمل الديكور اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. اهو ممكن نجيب اي غطا بقى يعجبنا كده. انا ظبطت الألوان بتاعتي، ده الجزء اللي انا ممكن استخدمه، بس انا هحط بقى دي كده. هو ده الجزء اللي ممكن استخدمه لو عايزه اعمل جولريز او كده، لكن الجزء اللي فوق لو عايزه اعمل حاجات كبيره اهو. هنا بقى تحت في كور كده، احنا ظبطنا اللعبه. بصوا اهو ممكن احنا بقى نحط الحاجات دي كده. هنا بقى دول اتنين ست من اللعبة نفسها تشيلا بيل. ممكن نستخدم اللعبة اللي فوق دي للكفر او جراب او كده، ونستخدم اللي تحت عشان الخواتم والحلقان. اهو بصوا هنا بقى الحين احنا نقدر ان احنا نحط فيها الايه الاجزاء بتاعتي. احنا كان معانا المره اللي فاتت اللعبه دي بس الجزء اللي ورا، لكن المره دي بقى جبت لكم الجزء ده عشان نعمل مع بعض بقى ايه في اكسسوارز كتير جدا من الاول، وفي حاجات ممكن نستخدم اكسسوارز بقى جوليرز وحلقان وسلسله بالاتنين دول بقى مع بعض، تو سيتس مع بعض دول هيعملوا له حاجات جامده جدا. وهنا بقى زينا القلم كده، وممكن نعمل سلسلة مفاتيح ونديها هدية لحد من صحابنا، وممكن نخترع حاجات كتيرة جدا. لما حطينا تو سيتس دول جنب بعض بقت لعبة اسهل بكتير، وفيها امكانيات اخطر بكتير، وفيها ادوات كمان كتيرة جدا. بصوا دي هنا الاساور، احنا عملنا لكم فيديو قبل كده، قولي بقى في الكومنتات عايزين انا اعمل لكم ايه. بعد ما جبنا تو سيتس دول جنب بعض هنقدر ان احنا ايه نخترع حاجات كتيرة جدا. ممكن نعمل كمان شكل فواكه، وممكن نعمل بقى الحاجات دي كلها.
ونزين الكور، او نعمل بقى هنا ايه اساور او ايه سلاسل حوالين الايه الرقبة. الله، لا اللعبة فعلا تجنن وتهبل. وتو سيتس دول جنب بعض عاملين لي كومباينيشن جامد جدا، نقدر ان احنا عملي ونقدر ان احنا نستخدمه في اي وقت. قولي بقى يا صحابي في الكومنتات ايه رايكم في اللعبة الفظيعة دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكو. وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية الاطفال. توحشوني اوي يا صحابي، باي باي.